بورسعيد عنده سي اون ايكيب كي جو سي لو دوزيام بالون يلعبوا على الكره الثانيه ويلعبوا بالاندفاع البدني القوي، ولكن عندهم فوضى تكتيكيه في اللعب. لما تشوف فريق يهاجم بخمس لاعبين وفي بعض الاحيان يدافع بثلاثه، نظن يعني التركيز تاعنا والنسوج التكتيكيه والهدوء رايح نتجاوز هذه العقبه، وان شاء الله نتاهل يوم الاحد ان شاء الله. ان شاء الله يكون الجمهور بقوه والفريق يشوف يكون في نفس المعنويات. اليوم الحمد لله رانا نتربى على عرش البطوله بمباراتين متاخرتين في ملعب عمر حمادي، سجلنا 9 اهداف، يعني كل المباريات فزنا بهم بثلاثيه، هذا ينبئ بان الفريق بخير. نتمنى ان شاء الله لا نتعثر في المباراه القادمه التي راح تفتح لنا اكثر الشهيه للحصول على الكاس الذي ينتظرها كثير من الانصار. الشهية طبعا تأتي مع